السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وإن شاء الله في أحسن حال. أتمنى تكونوا في البيوت ديالكم وملتزمين بالحجر الصحي ومتبعين التعليمات القانونية. مهم في هذا الفيديو جيت باش نشارك معكم أو لا نجاوب على بعض الأسئلة اللي كانت كثيرة ومتداولة وتكررت بزاف المرات في مواقع التواصل الاجتماعي. رغم اختلاف الحالات، لكن كان السؤال المطروح هو علاش مازال ما استفدتش من تعويض ضمان اجتماعي. بالنسبة في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاول نجاوب على بعض الأسئلة اللي بالنسبة للناس اللي ما قدروش يستافدوا من التعويضات أو لا ما قدروش يتصرفوا توصلوا بواحد المبلغ اللي دارته كوفيد 19، صندوق الدعم ديال كوفيد 19. مهم، السؤال الأول كان هو هذا: السلام عليكم، أنا كنت خدام وحبست من الخدمة في شهر 12 وكنت كنتخلص على جوج ديال الدراري، حتى الكود ديال لابليكاسيون ما عنديش، واش ممكن تستافد ولا لا؟ الله يجازيكم. بالنسبة لهذا الأخ هذا نقدر نقول لك ما غاديش تقدر تستافد، لأن الناس اللي معنيين بالاستفادة هما الناس اللي ديكلاراو في شهر 2 جوج 2020. هاد الأشخاص هما اللي عندهم الحق يستافدوا من تعويضات اللي دارتها صندوق الدعم اللي هو كوفيد 19. سؤال آخر هو: السلام عليكم، أنا كنت خدام وحبست من الخدمة في شهر 3 وصرح بي المشغل ديالي بأنني خدمت 14 يوم في شهر 3 وحبست من الخدمة، واش ممكن تستافد ولا لا؟ في الحالة ديالك انت ما غاديش تقدر تستافد. علاش؟ لأن المشغل ديالك صرح بك للضمان الاجتماعي بأنك توقفتي عن العمل. علاش؟ هنا إذا كان توقف كان توقف اللي اختياري بالنسبة لك انت، سواء سالت لك كونطرا او لا توقفتي حيت انت بغيتي تخرج من الخدمة، فما غاديش تقدر تستافد. اما اذا كان المشغل هو اللي وقفكم عن العمل بسبب هذه الجائحة، فغادي يدوز الكوفيد 19 وان شاء الله غادي تستافدوا. السلام عليكم، انا كنت خدام وحبست من الخدمه في شهر 3 اواخر تصريح عندي هو شهر فبراير، والمشغل ديالي صرح بيا في كوفيد 19 بانني حبست من الخدمه. كندخل الموقع والو ما كنلقاش حتى شي رساله كتدل باللي غادي نستافد، وكذلك كنتصل بالمجيب الالي وكيقول باللي ما تستافدش، خاصك تتصل بالمشغل ديالك علما انني توصلت بالتعويضات العائليه، اطلب منكم اخوان المساعده. بالنسبه للتعويضات العائليه ما عندها علاقه بالكوفيد 19. علاش؟ لانها كتبقى تدوز في الوقت ديالها، والضمان الاجتماعي هو اللي متكلف بانه يبقى يدوزها في الوقت ديالها، في حين ان التعويضات اللي كتجينا من كوفيد 19 هي عبارة عن مساعدات. يعني الضمان الاجتماعي كان وسيط بين العامل وبين كوفيد 19، بين هذاك الصندوق ديال هاد الجائحة. بالنسبة هنايا الا ما تصرحتيش في كوفيد 19 وحط المشغل ديالك تصريح ديال لاسينيساس بانكم توقفتوا اجباري عن العمل بسبب هاد الجائحة، في هذه الحالة ما تقدرش تستافد. في حالة كان حط التصريح فأكيد غادي تستافدوا بإذن الله. ما تنساش كذلك الأخ، إلا كنتي انت خرجتي بالإرادة ديالك، فهنا المشغل ديالك ما يقدرش يصرح بك ولو انك مديكلاري في شهر 2، لانه كيحط تصريح ديال الضمان الاجتماعي بانك خرجتي من عنده. سؤال اخر: انا كنت كنشتغل في شركه حبست منها نهار 26 جوج، ومصرح به في الضمان الاجتماعي لشهر فبراير، اشتغل شهر مارس لغايه 24 وتوقفت لاجل جائحه، والشركه الثانيه مصرحه به في الضمان الاجتماعي لشهر مارس ولكن لم استفد لانهم لم يصرحوا بي على بوابه الكوفيد 19 ولدي ابنة. بالنسبه للاخ ولا الاخت، هنايا غادي نقدر نقول لك الشركه الثانيه ما عندهاش كيفاش غدير ديكلاري بك، لانها ما غتقدرش تصرح بك في الكوفيد 19. علاش؟ لانك ما خدمتيش معاها شهر 2. وبالنسبه للسيت ديال كوفيد 19 فاش تيبغيو يخدموا عليه كيطلعوا الاسماء ديال الناس اللي ديكلاراو في شهر 2. هنا في هذه الحاله عندكم يعني هنا شويه معقده. علاش؟ لان المشغل اللي كنتي عنده قبل وخا ديكلارا بك شهر 2،
ما غاد ديكلاري بك شهر جوج ما غاديش يقدر يديكلاري بك في كوفيد 19، رغم انك غادي تطلع ليه، اطلع عنده في كوفيد 19 ولكن ما يقدرش يصرح بك. علاش؟ لانه ديجا في التصريح ديال الضمان الاجتماعي دارك بانك خرجتي من عنده، وحتى الا بغى يدير معك مزيان كيف ما كنقولوا وبغى يديكلاري بك، ولا امشيتي عنده وهضرتي معاه وبغى يديكلاري بك، ما عندوش ما يمكنش ليه، لان هنايا غيتسمى انه اخترق القانون، لانك انت ديجا كان عندك تصريح في شركة أخرى، يعني مبقيتيش تابع ليه، وهنا ما يمكنش ليه يعاود يصرح بك أو لا يخليك تستافد من كوفيد 19. بالنسبة هنايا القانون، أو لا بالنسبة للبلاغ الصحفي اللي داروا الصندوق الخاص للتدبير لمواجهة كورونا، كان واضح كيقول لكم بالنسبة اللي غادر العمل ديالو راه ما غاديش يستافد، اللي غادر العمل ديالو، هنايا كنقول اللي غادر العمل ديالو يعني اختياري، هو خرج من الخدمة ديالو، يعني راه ما غيقدرش يستافد من هاد التعويض. بالنسبة للناس اللي سالات الكونترا عندهم ما غاديش يقدروا يستافدوا من هاد التعويض. اما بالنسبة للناس اللي جلسوا بسبب هاد الجائحة والمشغل ديالهم صرح بهم في الكوفيد 19، فاكيد غادي يستافدوا، وان شاء الله توصلهم التعويضات ديالهم، ونتمنوا الخير، ونتمنوا ان شاء الله تستافدوا لما لا. سؤال آخر بغيت نسولكم، الله يرحم الوالدين، واش اللي استفاد من شهر مارس واش غادي يستفاد من شهر من الشهور كاملين، ولا كل شهر خاصو يديكلاري بيك في هاد 3 شهر؟ بالنسبة واخا استفدتي في شهر مارس، إلا ما عاودش ديكلارا بيك المشغل وحط ديكلارا بيك في صندوق الضمان الاجتماعي بأنك متوقف عن العمل، رغم انك متوقف العمل كيحط تصريح بانكم مازال تابعين لهذيك الشركة او لهذاك المكان اللي نتوما كتشتغلوا فيه، مازال تابعين ليه ولكن متوقفين بسبب هذه الجائحة. هنا كيحط تصريح للضمان الاجتماعي وكيدوز كوفيد 19، وخاصو كل شهر يحط هاد التصريح باش تقدروا تستافدوا، حيت الا ما حطوش ما غاديش تقدروا تستافدوا. السلام عليكم، انا خدمت شهر مارس كامل وشهر ابريل، خدمت حتى نهار 8 ابريل، قالوا لينا راه غادي تستافدوا من 2000 درهم. المشكل هو واش عندنا الحق الاستفادة واخا عندنا 8 ايام في شهر 4؟ نعم الاخ، بالنسبة لهذا السؤال عندكم الحق تستافدوا، ولكن ما غتستافدوش على الشهر كامل. بالنسبة لهنا بحال خدمتو نتوما السيمانة الاولى، يعني الا خدمتي سيمانة واحدة غتاخد 1500، الا خدمتي 2 سيمانات غتاخد 1000 درهم، الا خدمتي 3 سيمانات غتاخد 500 درهم على السيمانة اللي ما خدمتيش فيها. اما الا ما خدمتيش الشهر كامل فغادي تاخد 2000 درهم، يعني هنا عندكم الحق تستافدوا. علاش؟ لانكم خدمتو غير 8 ايام، اما الباقي ما غاديش تخدموه، لهذاك غادي تستافدوا عليه تقريبا ما يقارب بالنسبة لهاد الايام اللي بقات غادي تجيكم عليها 1500 درهم. بغيت نعرف واش اللي خدام بالكونترا انابيك واش يستافد ولا لا. نعم، بالنسبة للناس ديال الكونترا انابيك حتى هما معنيين بالاستفادة من هاد الصندوق اللي دارتو كوفيد 19، يحق ليهم الاستفادة وتهما استافدوا. بالنسبة للناس ديال شهر 3 راه اكيد بزاف الناس كنعرف اللي استافدوا، وانت نتوما معنيين بهاد الصندوق.
متى ستصرفون تعويضات شهر أبريل بالنسبة للأجراء المتوقفين عن العمل والمعنيين بهذا التعويض؟ هذا السؤال لقيته بزاف 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 المرات، وكاينين الناس اللي قالوا بأنهم توصلوا، كاينوا اللي قالوا بأنهم تخلصوا، بأنهم خذوا الفلوس. هذه غير إشاعة، لحد الآن مازال ما توصل حتى شي حد بش حاجة بالنسبة لشهر أبريل. وكيف ما تحط النص القانوني اللي ديجا تحط وديجا وضحوا فيه بأن إمتى غادي تبدأ التعويضات، وهنايا التعويضات غادي تبدأ إن شاء الله نهار 2 هاد السيمانة، غادي تبدأ التعويضات على شهر أبريل. كيف ما كتلاحظوا هنايا المصادقة على النصوص التشريعية والتنفيذية تؤثر تعويض الأجراء في القطاع المهيكل للعاملة بمقاولات في وضعية صعبة. هنا التحويلات سيتم، هنا كيبينوا لك بأنه الأجراء ديال شهر أبريل غادي يتم صرف التحويلات ديالهم خلال الأسبوع المقبل، أي ابتداء من يوم الاثنين إن شاء الله غتبداو توصلوا بالتعويضات ديالكم، وإن شاء الله يكون خير وربي يرفع لنا هذا البلاء. لماذا لم يتم فتح منصة كوفيد 19 لكي نتمكن من تسجيل الموقفين عن العمل مجددا للاستفادة من تعويض شهر أبريل؟ المدة التي فتحها فيها كانت قليلة ولم نكن نعلم بها جيدا. بالنسبة لهذا السؤال، هذا يعني إنسان خاصو، ما نقدر نقول لك مخصوش يطرح. علاش؟ لأنك بما أنك أنت في واحد المو... في واحد ل... ل... في واحد ل... المكان اللي انت مسؤولة فيه او لا انت مسؤول فيه، فخاصك تبقى متبع كل ما هو جديد باش ما تبقاش في هذا المشكل. المنصة اتفتحت نهار 29، نهار 29 ابريل 2020، وتسدات 3 ماي. يعني هنا رغم انها كانت فيها بزاف ديال العراقيل، ولكن راها تفتحات، وكان بامكانكم تتبعوا الاخبار، تتبعوا المواقع التواصل الاجتماعي، تتبعوا بزاف الحوايج، وكان ممكن تجيبوا الاخبار ديالها. بالنسبه لهادو الناس ديالها يعني ضاعوا، كيفاش غادي يقدروا يستافدوا؟ بالنسبه لهذا السؤال كسابقه من السؤال، بالنسبه للاخ يعني كان عارف ان البوابة ديال اولا المنصة ديال كوفيد 19 كانت مفتوحة، ولكن بما انه كان عيد الشغل او عطلة ديال نهاية الاسبوع، فما حاولش انه يخدمه، او لا خلى حتى الاثنين كيسحب، لانهم غادي يعوضوا هذيك الايام كانهم يزيدوا واحد يومين ولا ثلاثة باش انهم يستافدوا. هنا لا، كان خطأ كبير بما انه سيت، فما يمكنش غادي يتسد او لا يتوقف بسبب عيد الشغل او لا بسبب عطلة نهاية الاسبوع. هنا هذا الخطأ وقعوا فيه بزاف ديال الناس. راه هذه جائحة، يعني الناس متوقفة، يعني كاين واحد ديلي واحد لحظات اللي محددة تحط فيها هذاك الشيء، نمشي اسيدي نخدم، نمشي نفاليدي داكشي اللي عندي، ومن بعد غادي نجي ونجلس. راه ما جلسناش يوم او يومين او 3 ايام، راه جلسنا شهور. علاش؟ حنا بما انه تقول لي كاين عيد الشغل وهذا، كاين طاكسيات تقدر تتحرك، تقدر تخدمه من الدار عندك، يعني الا كان عندك الكود وهذا تقدر تصرح من عندك. فهنايا بالنسبة لهذا خطأ اللي فادح فادح فادح، رغم ان نقول لك حتى حنا وقعنا في واحد المشكل ديال انه السيت كان ثقيل بزاف وكانت فيه بزاف ديال المشاكل، ولكن ما تنازلناش ومشينا في عيد الشغل ودوزنا للناس، يعني صرحنا في المنصة بالناس اللي خدامين عندنا ومتوقفين بسبب هذه الجائحة باش ما نضيعوش حقهم وباش حتى هما يستافدوا. بالنسبة لهنايا هذا كان خطأ فادح، وكنعاود نقولها بان هذا السيت ما كان دائما شغال، ما عندوش علاقة لا بعيد الشغل ولا بعطلة نهاية الأسبوع.
ما العمل لأصحاب إجازة المرضية والأمومة خلال شهر فبراير لن يستفيدوا من التعويض؟ للأسف هادو أكثر وحدين متضررين، لأنهم كانوا سواء كان مريض أو لا، كانت والدة أو لا، يعني هاد الحالة اللي بصح نيت خاصو يتلقى ليها حل، لأنهم ماشي بإيديهم. كاين اللي خدم سنين ومديكلاري كيديكلارا كل شهر، ولكن جات في شهر جوج أنه كان مريض أو لا، كانت والدة وما يعني في هذيك الفترة كانت في عطلة سواء مرضية أو لا عطلة ديال الولادة، وللأسف ما قدرش يستافدوا. يعني هذه اللي خاصها نورمالمون تشاف، خاصها حل، خاصها شي حاجة اللي يقدروا يشوفوا كيفاش يديروا فيهم، حيث ما يمكنش يضيعوا وهما عندهم شواهد طبية اللي كتثبت أنهم كانوا مرض أو لا، كانت سيدة أو هذا والدة. انا الزوجة ديالي كانت ولدات وكانت عطلة، ويلا انتهت يوم 14/3 واستأنفت العمل نهار 15. المشكل ما استفدتش من التعويض. واش كاينين شي حالات بحالنا؟ للأسف كاينين حالات كتيرة 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 بحالكم، واللي وقع لي من نفس المشكل، لأن كانت السيدة والدة سواء في شهر واحد أو لا في أواخر شهر واحد أو لا، يعني كانت والدة في هذيك الفترة اللي كان داخل فيها حتى شهر جوج، وهنايا رغم أنها استأنفت العمل ديالها ما قدرتش تستافد من التعويضات، لأنها ما بيناش في التصريح ديال الضمان الاجتماعي ديال شهر جوج، وهكا ما قدروش يستافدوا. لأن هنايا علاش ما قدروش يستافدوا؟ لأن المنصة ديال كوفيد 19 ما كتعطيش الحق للمشغل بأنه هو اللي يكتب الأسماء ديال الناس اللي باقيين خدامين عنده، كيمشي همايا التصريح اللي تحط في شهر جوج، كيقولوا لك هاد الناس سواء كنتي خدام في شهر واحد او شهر ثلاثة او شهر ربعة، المهم اي شهر كنتي خدام فيه ما كيتبازوش عليه، كيمشيو لشهر جوج. كيقول لك هاد الناس كانوا خدامين عندك، واش انت تما كتحدد واش باقيين خدامين عندك او لا ما بقاوش؟ هنايا يعني ما كاينش شي حل. نورمالمون كانوا خاصهم يديروا على الاقل مثلا شهر ثلاثة شهر ربعة يتبازوا على شهر ثلاثة، وشهر خمسة يتبازوا على شهر ربعة، وتبقى غادا هكا باش الناس ما تضيعش. لكن هما في هذه الحالة بقاو مركزين على شهر جوج، وشهر جوج هو اللي حط التعويض، اللي حط التصريح ديال لا سانيسيس فيه، والناس اللي مديكلارين فيه هما اللي غادي يستافدوا. بالنسبة للناس اللي تحط التصاريح ديالهم، بالنسبة للناس اللي ما عندهم حتى مشكل ولكن لحد الآن مازال ما استافدوش من التعويضات ديالهم، مازال ما توصلوش بها، مهم هنايا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي راه حط واحد المنصات اللي تقدروا تواصلوا معاهم بهم، وهي الاتصال بالمجيب الآلي اللي النمرة ديالو 0520447100، أو الولوج للبوابات المؤمن لها اللي هي www.sanases.ma، أو الاتصال بألو ضمان اللي هو حط جوج ديال الأرقام اللي هي 080-203-33-33 أو 0800-200-700-7200. نتمنى لكم الخير، ونتمنى ان شاء الله نكون جاوبت على التساؤلات ديالكم، على واخا هي ما كانتش لي زعما ليها حلول، ولكن على الاقل تعرفوا علاش ما استفدتوش من هاد المنصة، وعلاش ما استفدتوش من هاد التعويضات. نتمنى ربي يرفع علينا هاد البلاء، وان شاء الله نرجعوا نستأنفوا العمل ديالنا ونرجعوا لحياتنا الطبيعية. يعني راه ماشي بالسهل باش انك تبقى جالس في الدار 24 ساعة على 24 ساعة، انسان معذور لانه ما عندوش واحد المدخول، ما كانش دير يعني مهيئ لا نفسيا ولا ماديا ولا جسمانيا باش انه يجلس في هاد الفترة. مهم ان شاء الله نصلي ونطلب ربي باش اننا يرفع علينا هذا البلاء، ونكونوا بخير وعلى خير، وتهلاو في روسكم والتزموا بالحجر الصحي، والله يعاونكم.